هنكمل النهارده ان شاء الله بقيه ايه الموضوع بتاعتنا. لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت كان اخر مره كنا اتكلمنا على الترابل شوتينج بتاع النتورك والنيك تيمينج والبريدجينج، حد فاكر؟ طيب النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه موضوع او اتنين، مش موضوع يعني، حته صغيره قوي كده منها مع النتورك وايه كمان، ونبدا نكمل بقيه الجزء بتاع الترابل شوتينج. لو انتوا فاكرين المواضيع بتاعتنا دي، حد فاكر المواضيع دي؟ اللي كنا قلنا هنسيبها مع الترابل شوتينج، كنا قايلين كده نخلي كده يوم كامل ترابل شوتينج. اليوم ده اصلا ما كفاش المره اللي فاتت، فاحنا هنكمله النهارده كمان، فيبقى كده يومين كاملين الترابل شوتينج. تمام كده، الجزء بتاع نتورك خلصناه او شبه خلصناه، ما عدا حته صغيره جدا، وفضلنا الجزء بتاع الجراب، دي اللابات اللي عندنا النهارده ان شاء الله. طيب لو حد فيكم فاكر المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن نتورك، تعالى كده نكونكت من التيرمينال بتاعنا. فين يا سيدي؟ تعالوا كده الموبا اكسترم اهو، اهو عملنا كونكت على المكنه عن طريق الاس اس اتش، الدنيا تمام. اللي هنتكلم عليه النهارده موضوع بالذات الناس، او هو هيهم الناس قوي اللي كانت شغاله مع ريل 6 وريل 5. لو حد فيكم اشتغل مع ريل 6 وريل 5 كده وريل 4 اي حاجه تقريبا لينكس يعني، فهيلاقي ان الانترفيس نيمز كانت اسمائها بالشكل ده، اي تي اتش وبعد كده رقم الانترفيس، بيبدا من ايثرنت 0، الانترفيس اللي بعده ايثرنت 1، بعد كده ايثرنت 2. حد فاكر الكلام ده؟ حد عاش اصلا الكلام ده اساسا؟ ها، بعد كده ايثرنت 3 وهكذا. خلاص، فلو انت شغال ريل 6 وريل 5 كنت هتلاقي اسم الانترفيس او الحاجات القديمه بتاعتنا يعني، مش ريل 6 وريل 5 بس، يعني من زمان قوي يعني، هتلاقي اسم الانترفيس شكله ابن كلب معقد قوي يعني، هيخليك تشد في شعرك. مره هتلاقيه بيبدا لك بحاجه اسمها كده اي ان او مش عارف ايه، مره تانية اي ان اس مش عارف ايه، مره تانية هتلاقيه يبدا باي ان وبعد كده الماك ادرس، بس الماك ادرس لازق في بعضه زي كده مثلا 8 7 2 5 لا 2 5 اف 3 وبقيه الماك بتاعك. تخيل ايه ده يا عم، ده ما تثبت لك على حل. قبل كده الدنيا كانت ثابته، يا اما اي تي اتش 0 اي تي اتش 1 اي تي اتش 2، فابقى عارف ان ايثرنت 0 هو الانترفيس 0، ايثرنت 1 هو الانترفيس 1، ايثرنت 2 هو الانترفيس 2 وهكذا. انما دلوقتي مره يطلع لك اي ان اس وبعد كده اي ان اس وبعد كده يديك اي ان اس مثلا 1 بي 1 بالمنظر ده، مره يطلع لك اي ان او مش عارف 1 6 مش عارف 7 3 3 مش عارف كام، حاجه كده شكلها حلوف قوي يعني، مش عارف. مره تانية يطلع لك بالمنظر ده اي ان وبعد كده الماك ادرس بتاعك 6 5 مش عارف 7 3 2 مش عارف 5 2 ايه، حاجه كده يعني. خلاص، يكمل بقيه الماك بتاعك يعني. ايه يا عم ده، انا مش انت عايزين نفهم الاول هي الاسماء دي جت منين؟ يعني انا لما جيت اقول له كده اي اف كونفج جاب لي الاسماء دي منين؟ تيم زيرو دي عارفينها جت منين؟ الحمد لله. لوب باك وعارفينها جت منين؟ واتكلمنا عن لوب باك ان هو فيرتشوال انترفيس. خلاص؟ طب ايه بقى مين اي ان او ده؟ الرقم ده يا عم جه منين ده؟ الرقم ده جه منين؟ ده جه من الهوا ده؟ ومن اي ان او 1 6 4 7 ده؟ الحاجات دي جت منين؟ عايزين نفهم الحته دي جت منين؟ عشان افهمك الحته دي هقول لك على مشكله كانت بتحصل والديفلوبرز عملوا الحكايه دي ليه. خلاص كده، عشان تفهمها هقول لك ايه المشكله اللي كانت بتحصل اللي حصلت معايا انا شخصيا. خلاص، وبعد كده اقول لك كان الحل بتاعها ايه. تعالى كده نفتح الوورد بتاعنا الظريف ده. بص يا سيدي، عاده في الداتا سنتر بتاعتك لما يكون عندك سيرفر وانت حاطط السيرفر ده في الداتا سنتر، لو بصيت كده على السيرفر ده من ورا كده هتلاقي له ايه؟ ها، بوردز موجوده فيه كده. خلاص، عاده بيكون هنا في باور سبلاي الناحيه دي
وتحت منه او قصاده الريدندنت باور سبلاي بتاعه، يعني ده باور سبلاي وده باور سبلاي تاني. عاده ده بيكون الشكل بتاعنا. خلاص بيكون عندك كمان انترفيس كده هنا، ده بس كده بيور مانجمنت انترفيس. تعال كده نلونه بلون تاني كده عشان يبقى واضح بالنسبه لنا. ده عباره عن مانجمنت انترفيس كده. خلاص المانجمنت انترفيس ده اسمه بيختلف من فيندور للتاني. يعني مثلا لو انت شغال دل هتلاقي اسم المانجمنت انترفيس ده كده اسمه ها ديراك. لو انت شغال اتش بي هتلاقي اسمه ايه ها ايلو. لو انت شغال اي بي ام سيرفرز مثلا هتلاقي اسمه اللهم صل على النبي اي ام ام انتجريتد مانجمنت كونسول. خلاص لو انت شغال سيسكو سيرفرز، لو الناس اللي شغاله دي يو سي اس بقى وطلع هنا كده زي حالاتي مع سيرفرات سيسكو، هتلاقي ايه اسمه سي اي ام سي سيسكو انتجريتد مانجمنت كونسول ايلو انتجريتد لايتس اوت. ما علينا يعني ايه فايده المانجمنت انترفيس ده سواء في ديل او اتش بي او اي بي ام او سيسكو، دول اكبر اربعه في العالم يعني بيصدروا سيرفرات، دول اكبر اربعه بيصدروا سيرفرات. المهم ايه فايده المانجمنت انترفيس ده؟ كل فائدته في الحياه ان هو يديك ريموت فول ريموت اكسس للسيرفر. خلاص مش ريموت اكسس عادي كمان كده زي اس اس اتش كونكشن وخلاص، لا ده انت بتاكسسه عاده يا اما عن طريق حاجه من اتنين، يا اما عن طريق اس اس اتش او عن طريق ويب انترفيس ويب اكسس. خلاص حاجه من الاثنين عاده يعني. الويب اكسس الاس اس اتش عارفين ماشي كده. الويب اكسس ده هيديك ايه؟ الويب اكسس ده يخليك تتحكم في السيرفر بشكل كامل من الويب انترفيس. يعني انت كده يبقى عندك الشبكه بتاعتك هنا هي، والشبكه دي عندك جهاز اللابتوب بتاعك كونكتد بيه وبتتحكم في السيرفر ده من انت على اللابتوب بتاعك. مش لازم بقى كل ما السيرفر يحصل فيه حاجه تنزل جري على داتا سنتر تشوف المشكله في داتا سنتر كانت ايه وتحلها، لا ده مش كده وبس، ده بيديك ريموت ها ريموت سكرين للسيرفر. خلاص يعني بيديك كده كونسول سكرين للسيرفر. يعني بص كانك كده هتجيب كانك مركب شاشه في السيرفر ده وواقف قدام السيرفر عمال تتفرج ايه اللي بيحصل عليه، بس كل ده من الويب اكسس. خلاص زي ريموت ديسكتوب كده بالظبط، عارف ريموت ديسكتوب؟ كانك فتح ريموت ديسكتوب بالظبط بس من الويب كونسول بتاعك او من الويب انترفيس بتاعك ده. خلاص كده مش كده بس، ممكن يسمع لك تعمل شويه حاجات ادفانسد مثلا زي تكونفيجر الستورج اللي موجود على السيرفر. يعني لو السيرفر ده كده عندك من قدام كده مثلا فيه اربع ديسكات او ثمان ديسكات، ممكن تكونفيجر الديسكس منه مباشره من الويب انترفيس ده. خلاص ممكن يسمع لك تعمل باور اون او باور اوف للسيرفر، باور اون او باور اوف للسيرفر. خلاص يعني تشغل السيرفر وتوقفه، السيرفر بتاعك ما بقاش اكسسبل خالص يا عم، الاوبريتنج سيستم كله خلاص مات. ها هل عشان تعمل ريسيت للسيرفر هارد ريسيت ها كنت بتعمل ايه في الطبيعي؟ لازم تروح تخبط الزرار بايدك توقفه وبعد كده ترجع تشغله مره تانية. لا عن طريق الايلو ده او عن طريق الاي ام ام او ايا كان بقى السيرفر انت شغال عليه، ممكن تخش على لوب انترفيس تقول له افصل لي الباور عن السيرفر كله او رجع الباور مره تانية. خلاص كده ماشي، حد عنده اي مشكله في كده؟ ها طيب كلام جميل، طالما حدش اشتكى يبقى الدنيا تمام. انسى بقى ده كده، بلاش نمسح كل دول. تعالى يا سيدي ايه نيجي بقى للمشكله اللي احنا بنقول عليها من ساعتها، نيجي للمشكله اللي احنا بنقول عليها من ساعتها. ايه بقى المشكله اللي كانت بتقابلنا في السيرفرات دي؟ بص كده ده الايلو بتاعك اهو مش مشكله. المشكله اللي كانت بتقابلنا كالاتي، ان عاده السيرفرات كنت بتلاقي فيها كده انترفيس وفي اكتر من بورت. السيرفرات القديمه كنت بتلاقي فيها بورتين اتنين بس، السيرفرات القديمه كنت بتلاقي بورتين اتنين بس. معظم السيرفرات الجديده بتلاقي على الاقل على الاقل كحد ادنى اربعة بورتس. انا عن نفسي انا والله العظيم مش بقول اي كلام،
ما فيش سيرفر بيجي تحت ايدي واحط له كده اي طلبات للسيرفر ده الا ما اقول لهم كده كحد ادنى بيكون عندي 8 بوردز. السيرفر بيكون جاي كبلت ان 2 بورد، السيرفر بيكون جاي بلت ان 2 فيه خلاص كده، وانا بطلب 4 بوردز كمان زائد الاربعة بوردز دي بطلبهم كده 4 × 10 جيجا بت ايثرنت، زائد بطلب 2 فايبر هنا. وهقول لك ليه انا بعمل كده، هقول لك ليه انا بعمل كده. الاثنين دهون كده، الاثنين دول الصغيرين دول بحبهم قوي كده ولاد حلال قوي، يعني بحبهم زي ولاد اخواتي كده بالظبط، بعتبر انهم ولاد اخواتي عشان اكسس الاوبريتنج سيستم. ده عشان اكسس الاوبريتنج سيستم. الاثنين الفايبر اللي فوق دول كده عشان اكسس بيهم الستورج، والاربعه الباقيين دول ها عشان لو عندي فيرتشوال ماشينز ومحتاج مثلا اشغل حاجه زي الفي موشن او اللايف مايجريشن، لو انت شغال ريف او انت شغال اي اس اكس، اتنين منهم بستخدمهم للفي موشن واللايف مايجريشن، واتنين فيهم بستخدمهم للفيرتشوال ماشين ترافيك. عاده بعمل كده يعني كستاندرد ديزاين بالنسبه لي، انا بحب كده يعني. ده لا يمنع ان انت يكون عندك انترفيس واحد وتشغله كل حاجه في نفس الوقت، ده لا يمنع كده يعني. ماشي. ودايما دايما الاثنين بتاع الستورج دول بختارهم فايبر، يا اما لما اكون بشغل ايس كازي بحبهم كده يعني. تحديدا طبعا في حاجات تانية بجيبها فايبر تشانل، بس يعني استخدامها بالنسبه لي يعني مش كبير قوي زي الايس كازي. الايس كازي بصراحه بقى الحوت دلوقتي خلاص. المهم نرجع لموضوعنا دلوقتي، في عندنا مشكله، في خازوق كبير جدا حصل في السيرفر ده. يعني بقول لك الستاندرد ده اللي بيحصل معايا، بس انا بقول لك مع الستاندرد ديزاين ده الطبيعي دون في خازوق كبير جدا فيه. عارف هو ايه؟ دلوقتي عندك توتال كام بورد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، عندك 8 بوردز موجودين في السيرفر ده. طيب دلوقتي الخازوق اللي حصل ايه؟ ان لما تيجي تنستول الاوبريتنج سيستم مين اللي هيتقرا قبل مين؟ يعني ده اللي هيتقرا الاول ولا ده اللي هيتقرا الاول؟ مين فيهم هيبقى اسمه ايثرنت 0 ومين هيبقى اسمه ايثرنت 1؟ طب مين هيبقى ايثرنت 5 ومين ايثرنت 7؟ ده خازوق كبير جدا، خازوق كبير جدا. طيب الخازوق اللي قابلنا انا بقى شخصيا، الخازوق اللي قابلنا انا شخصيا كان ايه؟ سيرفر كنت حاطط عليه ديبيان، تمام كده، وكنت عامل توصيلات وكل حاجه تمام على السويتش والدنيا زي الفل، وعارف الانترفيس رايحه فين وجايه منين. الخازوق اللي حصل ايه؟ لما شلت ديبيان وحطيت ريد هات مكانه، كان عندي بورتات اسم واحد اسمه ايثرنت 0 وايثرنت 1، هوب اوتوماتيك لقيتهم مقريين على ريل هم ايثرنت 7، اسف ايثرنت 6 وايثرنت 7. تخيل الانترفيسز اسمها ايه اللي حصل لها؟ اتغير. طب التغيير ده ليه؟ قال لك لان ريد هات شافت الانترفيسز دي الاول، او حاولت تعمل لهم لود قبل الاثنين دول الاول، ولا الاثنين دول قبل الاثنين الاول. فكان بيحصل لايه؟ بكل بساطه كانت المشكله unexpected naming. عارف يعني ايه؟ يعني بيطلع لك اسماء غير متوقعه. مره يبقى اسمه ايثرنت 0 على اوبريتنج سيستم تاني يبقى اسمه ايثرنت 1، على اوبريتنج سيستم تاني يبقى اسمه ايثرنت 2، مره على اوبريتنج سيستم تاني ايثرنت 6، ايثرنت 7. ده مره على نفس الاوبريتنج سيستم بس ريليس تاني هيقرب اسم تاني. فتخيل انت بقى كل ما تيجي تعمل انستول الاوبريتنج سيستم بتاعك، ها لازم تنزل بنفسك داتا سنتر وتعمل عمليه ريكيبلينج، تبدل الكابلات بتاعتك اللي كان في ايثرنت 1 ايثرنت 0 وايثرنت 1، بدلهم خلوهم ب6 و7. ايه يا عم العذاب ده؟ يا عم دي حاجه عذاب جدا 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 بالنسبه لنا، صح؟
اكن كل ما اعمل انستول اوبريتنج سيستم ولا اعمل له ابجريد من ريليز لريليز تاني هضطر ان انا انزل بنفسي للداتا سنتر. تخيل لو عندك 100 سيرفر هتعمل فيهم ايه؟ تخيل لو عندك 100 سيرفر، ها هيبقى الموضوع معقد جدا بالنسبه لك، هيبقى الموضوع صعب جدا. طيب الحل للمشكله دي، قال لك بس الحل للمشكله دي انا هحلها بان النيمينج يكون معتمد على مكان البورد فين، او اقول لك ايه الاسم اللي البورد ده واخده في البايوس. ايه تاني كده؟ بكل بساطه الاسم هيكون معتمد على مكان البورد ده في البايوس. يعني ايه مكانه في البايوس؟ بص لي كده، تعال نمسح الكلام اللي احنا كتبناه ده كله. بص يا سيدي اللي هيحصل كالاتي، اللي هيحصل كالاتي، بص لي كده، انت جبت هنا دلوقتي عندك هنا دلوقتي كام كارت؟ فرضا انت عندك 3 كروت، واحد بلت ان وعندك واحد خارجي وواحد خارجي كمان، حلو، فانت عندك 3 كروت صح؟ تمام كده؟ كل كارت فيهم لما البايوس يجي يبدا البايوس بيعمل ايه؟ ها؟ بيخش على المكنه دي كده يشوف ايه اللي متوصل فيها، اي حاجه واصله فيها بقى كارت بقى بي سي اي بلت ان كاردز اي حاجه موجوده في المكنه دي بيحاول يعمل لها ديتكت. تمام؟ فالبايوس اول ما هيعمل ديتكت للكارت ده او لده او لده ايا كان اوتوماتيك هيدي لكل واحد فيهم ايه؟ نيم. والاسم اللي هيجي لك من البايوس ابعته للاوبريتنج سيستم، هو ده الاوبريتنج سيستم هيستخدمه. خلاص كده؟ طب ما دلوقتي في حاجه، بس دلوقتي انت في عندك حاجات بلت ان، في عندك كروت بلت ان، وفي عندك كروت اكسترنال او كروت متوصله في البي سي اي كاردز. عارفين البي سي اي اكسبريس؟ ها حد فيكم بيتعامل مع السيرفرات؟ معظم الكروت اللي مش معظم تقريبا كل الكروت اللي بتجيبها بتوصلها كده في انترفيسز في البورد بتاع السيرفر اسمها بي سي اي. خلاص كده؟ طب ما انت عندك برضو بيكون في اون بورد، يعني الحاجات اللي جايه مع المذر بورد جايه بلت ان في المذر بورد بتاع السيرفر ده. قال لك بس استنى بقى، عندك الحاجات اللي جايه اون بورد، اون بورد سميها لي كده اي ان او وبعد كده الرقم بتاعها. اي ان او معناها ايثرنت ايثر، اي ان ايثرنت اون بورد، يعني ده جاي بيلت ان في المذر بورد بتاعتك. اي ان او وبعد كده نفس الرقم اللي البايوس شايفه، نفس الرقم البايوس شايفه. طب الرقم ده هيجي منين؟ قال لك والله البايوس هو اللي هيدي الرقم ده للكارت ده، البايوس هو اللي هيديله الرقم ده. خلاص؟ طيب مثلا بتلاقي اسمها اي ان او 0، اي ان او 1، اي ان او 16 3 7 مش عارف كام زي ما كان بيحصل معانا. المهم ان الرقم ده بيجي منين يا عم؟ الرقم ده بيجي من البايوس يدي لي الاوبريتنج سيستم. طيب او الحاله الثانيه ان انت جايب كارت اكسترنال، خلاص، او كارت الاكسترنال ده يبقى اسمه اي ان اس، عندك ممكن يكون اي ان اس 0، اي ان اس 1 زي ده بالظبط، ده كان ممكن يكون 0 1 2 وهكذا، وده برضه اي ان اس. اي ان اس ده لو هو عباره عن بي سي اي اكسبريس، عارفين البي سي اي اكسبريس؟ خد الاس منه اهي، اي ان اس. اس دي على فكره جايه من كلمه سلوت، لسه هكلمك عليها دلوقتي حالا، بس تربطها في ذهنك كده، اللي هي البي سي اي كاردز اللي هي الكروت الخارجيه. طيب بص لي بقى كده، قال لك في كروت يا عم، في كروت فيها انترفيس واحد، يعني انت ممكن تجيب كارت اسف في بورت واحد، وممكن تجيب كارت في اتنين بورت، وممكن تجيب كارت زي الطبيعي اللي موجود دلوقتي او اشهر حاجه موجوده في السيرفرات في 4 بورت. خلاص كده؟ طب لو في، لو هو انترفيس واحد، قال لك خلاص لو هو انترفيس واحد سموه لي بالاسم الطبيعي ده، اي ان اس 0، اي ان اس 1، اي ان اس 2 وهكذا. طب فرضا بقى ان كان عندك في الكارت ده، الكارت الاكسبريس ده او الكارت الخارجي ده اكتر من بورد،
قال لك بس لو اكتر من بورد سموه لي بالاسم ده. اي ان اس اكس بي واي، حيث اكس ده هو رقم السلوت والبي ده هو رقم البورد. يعني ايه؟ يعني هيبقى بالمنظر ده. ممكن اقول له اي ان اس مثلا واحد بورت زيرو، اي ان اس واحد بورت واحد، اي ان اس واحد بورت اتنين، وهكذا. وضحت الفكرة دي؟ يبقى الاس ده رقم مين يا عم؟ رقم السلوت. لو السلوت دي مفيش فيها الا بورت واحد بس، هتاخد الاسم السيمبل ده، هتاخد الاسم السيمبل ده. طب لو السلوت دي فيها اكتر من بورت، قال لك بس لو فيها اكتر من بورت يبقى كل بورت في السلوت دي هياخد رقم. طب ده هيفيدك في ايه بقى؟ هيفيدك بشكل بسيط جدا، هتبقى عارف بعد كده او هتبقى عندك اكسبكتد بيهيفير لكل انترفيس عندك. كل انترفيس تبقى عارف ده هو جاي منين ورايح فين. ازاي يا عم؟ قال لك هو اصلا، هو انا لو عايز ليست كل الكونكتد بي سي اي انترفيسز عندك، لو عايز اعرف البي سي اي انترفيسز عندك وكونكتد في انهي سلوت، هتعمل ايه؟ ال اس بي سي اي، بس كده اهو ال اس بي سي اي. وتعالى كده ممكن اعمل جريب كده لايثرنت او جريب داش اي ايثرنت. بصلي كده، بصلي كده، انا عندي دلوقتي كام انترفيس كونكتد؟ ها شايف؟ شفت؟ تلاتة. طيب هل قال لي ان ده في اكتر من بورت؟ لو في اكتر من بورت، بالمناسبة هتلاقي كاتب لك في الديسكريبشن بتاعه ده ايه بالظبط، هتلاقي كاتب لك في الديسكريبشن ده ايه بالظبط، خلاص. لكن هل هو هنا؟ هقول لك بقى بكل بساطة، لو هو بورت واحد في الكارت ده، لو هو بورت واحد في الكارت ده، مش هتلاقي قايل لك اي حاجة، مش هتلاقيه قايل لك اي حاجة. لو هو اكتر من بورت، هتلاقي لك كده ان ده اربعة بورت مثلا او ده اتنين بورت. فطالما مش قال لك اي حاجة، معناها ان ده ايه؟ ها، ان ده ايه؟ بورت واحد بس. طيب بص لي بقى كده اي اف كونفج، عشان كده لما جيت اعمل اي اف كونفج لقيت اسماء انترفيسز غريبة. بص لي هنا كده اي ان او، اي ان او ده معناها ايه؟ معناها ان الكارت ده لما ضفته الفي ام وير، فاكر لما ضفت الكروت المرة اللي فاتت؟ فاكر لما ضفت كروت المرة اللي فاتت؟ معناها ان الكروت دي كانت ظاهرة او في ام وير، بتديها كمعلومة للبايوس كأنه ها اون بورد انترفيس كارد، كأنه جاي بلت ان في المذر بورد بتاعتك. لان اسمه مش بادئ بايه يا عم؟ اي ان اس. لو كان بادئ باي ان اس، معناها ان هو ايه؟ كونكتد كأنه ها اكسترنال بي سي اي كارد، او كأنه سلوب واصلة في بي سي اي انترفيس. لكن بص عندي، بص الاسماء ظاهره كانها اسمها ايه؟ اي ان او. ده معنى ايه؟ ها، ان هي ظاهره كانها اون بورد ديفايسز. ها وصلت كده؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى عرفت دلوقتي الاسماء الغريبه دي جت منين. ها حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ كلام جميل. طيب حاجة بس لازم اقول لك عليها، حاجة بس عايز اقول لك عليها، ان في ناس بيفضلوا دايما ان اسماء الانترفيسز ترجع لوضعها الطبيعي، يعني ترجع كده اسمها ETH0 ETH1 و ETH2 وهكذا. في ناس بيحبوا كده، خلاص. طيب دلوقتي لو انا عايز ارجع للنيمينج سكيما القديمه، ها ارجع للنيمينج سكيما القديمه ازاي؟ لو عايز ارجع للنيمينج سكيما القديمه ارجع لها ازاي؟ بص لي كده، في عندك باكج كده هقول لك ليه، grep dash i bios. بص لي كده، في عندنا باكج اسمها ايه؟ ها
بايوس ديف نيم، خدت بالك؟ ماشي كده. طيب الباكج دي لازمتها ايه؟ ها الباكج دي بتحاول تحل بتحاول تخلي الكيرنل بتحاول تخلي الكيرنل بتاعك يشوف الاسماء اللي مبعوت لهم البايوس، بتحاول تخلي الكيرنل يشوف الاسماء اللي مبعوت لهم البايوس ايه ويعمل لها ابلاي. خلاص كده. طيب عشان تقول الكيرنل بتاعك لا يا عم مالكش دعوه بالاسماء اللي البايوس دي بعتها لك، استخدم النيمنج كونفنشن القديم. ها ممكن اقول الكيرنل كده لا 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 انا مش عايز البايوس ديف نيم دي، خلينا استخدم الاسماء القديمه مالكش دعوه. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى كده نعمل ريبوت للمكنه، تعالى نعمل ريبوت. ادي المكنه اهي، عملنا ريبوت للمكنه اهون. تعالى هنا كده هعمل اديت، هعمل اديت والمكنه بتبدا، وهروح كده فين السطر اللي فيه لينكس 16، لينكس 16 اهون اهون، امسك عندك هروح لاخره كده، ممكن اقول له كده بايوس ديف نيم ايكوال تو 0، بعد كده كنترول اكس تو ستارت اهو. ما اشوف كده اسم الديفايس هيبقى ايه او اسماء الديفايس هتبقى ايه عندي. هل خدت اي بي بينج كده 192 168 101 104؟ هقول لك دلوقتي على مشكله. خد اي بي اهو. طيب تعالى كده نكونكت. بص كده لسه الاسماء. طب كانت في حاجه ناقصه؟ لا مفيش مسافه في الامر، لسه مفيش مسافه في الامر، في حاجه ناقصه لسه. تعالى نعمل ريبوت تاني. نطلع لسطر الكيرنل كده اديت، نروح لينكس 16، هقول له كده بايوس ديف نيم ايكوال تو 0 ونت دوت اي اف نيمز ايكوال تو 0 برضو، بعد كده كنترول اكس. شوف بقى المره دي ايه اللي هيحصل عندك. بص المرة دي بحاول اعمل بنج، ايه اللي حصل؟ ها بحاول اعمل بنج، ايه اللي حصل؟ وقف. عارف ده ليه؟ تعالى كده نلوجن هنا واوريك ايه اللي حصل بقى. السيو هنا كده اي اف كونفج، بصوا لي اسماء الانترفيسز ايه اللي حصل لها. ها خدت بالك؟ خدت بالك ايه اللي حصل لاسماء الانترفيسز؟ رجعت ايه الاصل بتاعها خالص اللي كنا بنشوفه في مين يا عم؟ فريل 5 وريل 6 والحاجات اللي كانت قديمه دي. طيب دلوقتي في خازوق حصل، عارف هو ايه؟ ان انا لما كنت عامل كونفيجر للنتورك مانجر ان هو يدي اي بي ادريسز لانترفيسز معينه او يشغل نيك تيمنج معين، كنت مديله مع انهي انترفيس نيمز؟ الاسماء القديمه اللي كان شكلها ملعبك. ايه ان هو مش عارف 16/7 مش عارفه كام؟ طب دلوقتي الاسماء ايه اللي حصل لها؟ اتغيرت صح؟ معنى كده النتورك مانجر شايف الانترفيسز دي كانهم انترفيسز جديده، دي باسماء جديده خالص، شايف؟ فده الخازوق اللي هيحصل معاك في الموضوع. طب عشان احل الخازوق ده اعمل ايه؟ ها عشان احل الخازوق ده اعمل ايه؟ قال لك والله بسيطه خالص يا عم،
تعال نكبر كده الخط عشان عينيكم عشان تحل المشكلة دي. الموضوع بسيط جدا. ازاي؟ قال لك ايه؟ ان ام سي ال اي كده كونكشن. شو تعال نمسح الكونكشن دي ونكريتها تاني. ان ام سي ال اي كونكشن ديليت تيم زيرو وتيم زيرو سليف سليف واحد تيم زيرو سليف اتنين بس خلاص. بعد كده ان ام سي ال اي كونكشن اد طيب ايثرنت كونكشن نيم سميه لي هو مثلا. بعد كده انترفيس نيم ايثرنت زيرو. خلي بالك رجعنا لنفس الخازوق، مين انهي واحد فيهم ايثرنت زيرو؟ هل هو الانترفيس الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ ها انهي واحد فيهم اسمه ايثرنت زيرو؟ ها حد عنده اي اقتراح؟ عارف كان الحل في ايه؟ تروح تشوف الماك بتاعه اهون، بص كده وروح لادفانسد هنا، روح شوف الماك بتاعه ايه. الماك بتاعه بينتهي باف 361، اف 361 اطلع فوق كده. مين يا عم اني واحد فيهم اف 361؟ الحمد لله كان حظنا حلو وطلع اني اول انترفيس فيهم اسمه ايثرنت زيرو، ده لحسن حظنا. بس بعد كده ها اوتو كونكت بايه؟ بيس عندك ان ام سي ال اي كونكشن شو كده بقى كونكتد اي اف كونفج لايثرنت زيرو. ها بما انه نفس الماك ادرس، نفس الماك ادرس لا هو نفس الفيزيكال انترفيس في الحقيقه بس الاسم بتاعه اتغير. فلما راح للدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي راح مديله نفس الاي بي التاني كان واخده. خلاص ماشي كده. ها وضحت الحته دي؟ يبقى دايما خليك فاكر لما هتغير اسماء الانترفيسز النتورك مانجر هيعتبرهم ان هم ايه؟ انترفيسز جداد. بس هل هم في الحقيقه انترفيسز جديده؟ ها هل هم انترفيسز جديده في الحقيقه؟ لا مش جداد، مش جداد ابدا. دول هم نفس الانترفيسز بس ايه اللي حصل؟ غير الاسم بتاعهم. ماشي كده؟ طيب كانت كل مشكلتنا ايه مع الاسماء القديمه؟ ان انت مش عارف انهي واحد فيهم هو ايثرنت زيرو ولا انهي واحد ايثرنت واحد ولا انهي واحد ايثرنت اتنين وهكذا. انما مع الشكل الجديد ده، ده انا ممكن لو لقيته بيبدا بالاسم ده اي ان اس واحد بي زيرو معناها ايه؟ معناها الانترفيس رقم زيرو ها في السلوت رقم كام؟ في السلوت رقم واحد. يبقى انا كده اقدر افرق الانترفيسز من بعض ولا لا؟ طب لو لقيت اي ان اس واحد بورت اتنين معناها البورت رقم كام؟ ده البورت رقم تلاتة ها في السلوت رقم كام؟ في السلوت رقم واحد. يبقى انا اقدر اعرف اول ما ابص على الكارت كده ابقى عارف اسمه ايه عندي على المكنه ولا لا؟ ها ابقى عارف على طول مباشره، بدل ما تمسك بقى كابل في ايدك كده وتقعد ها يا عم وصلني يا عم في السويتش، ها الكابل ده اشتغل ولا لا؟ وربنا يعينك بقى اقعد اكتب بقى، هات ورقه وقلم بقى اقعد اكتب وصل الكابل ده بره في السويتش، لو اشتغل يبقى هو، لو ما اشتغلش يبقى مش هو. فاكر؟ حد فاكر حد عاش المعاناه دي اساسا؟ حد جرب الحكايه دي؟ حد فيكم دخل سنتر قبل كده وعاش المعاناه دي؟ ها
فعلا قسما بالله مأساة مأساة. تخيل بتعدي على 8 كروت وتقعد تعدي عليهم واحد واحد كده، يا عم الحاج انت ولا لا. بالمناسبة المأساة دي ما كانتش موجودة في ويندوز بس، او اسف في لينكس بس، دي موجودة في لينكس وفي ويندوز وتقريبا على كل اوبريتنج سيستم. كانت مشكلة وما زالت مشكلة برضو، وما زالت مشكلة. خلاص انا كنت بحل المشكلة دي بحركة بنت كلب قوي، كنت بروح رايح على السويتش الاول، كنت بجيب السيرفر عشان احل المشكله دي. بالنسبه لي كانت حاجه خازوقيه قوي يعني. عشان احلها كنت بعمل ايه؟ بص كده، ادي السيرفر اهو بتاعنا، وصل لي فيه 8 كابلات، كل كابل رايح لانترفيس مختلف صح؟ فرضا 4 دلوقتي، خلينا نسهل الموضوع ونخليه 4، وفي الاخر رايح لسويتش صح؟ اهو كنت بروح رايح على السويتش ده، ها، واعمل ايه؟ اعمل شوت داون لكل البورتس اللي موجوده، بوقف البورتات دي واللي فيكم اشتغل على السويتشات بتاعه سيسكو هيلاقي حكايه توقف البورت دي حاجه سهله جدا. وقف البورتات اللي موجوده هنا، وبعد كده شغلهم واحد ورا التاني. شغل لي ده، ها، هل هو ده البورت اللي انا عايزه؟ لو مش هو يبقى اكيد يا اللي جنبه يا اللي جنبه يا اللي جنبه. يبقى انا عرفت انهي بورت فيهم ايه اللي واصل في السويتش. البورت ده رقم كذا رايح للسويتش بورت كذا، والبورت رقم كذا رايح للسويتش بورت كذا، بس خلاص. وكنت بستخدم في دي الماي تول، حد فيكم فاكر الماي تول والاف تول؟ فاكرين؟ ها، فاكر الماي تول والاف تول؟ كنت بستخدمهم عشان اعرف مين فيهم اللي بقى اب، بس خلاص. بس برضه مازال مأساة بالنسبه لي، كان بالنسبه لي برضه مازال مأساة، خصوصا لما بكون بركب شبكه جديده. يعني السيناريو ده كده سيناريو ممتاز جدا في حاله ان السويتش عندي اي مود الدنيا تمام بالتمام وليا ريموت اكسس للسويتش ده. لكن لو انا لسه بركب شبكه جديده بقى، سيرفرات لسه بركبها جديد ولسه بعلق البورتات دي، خلي بالك انا عمري ما اشتغلت على سيرفرات بتركب السيرفر مباشره كده بورتاته في السويتش بشكل مباشر. ده انت بتوصلها الباتش بانل في النص، يعني انت بتوصل البورتات بتاع السيرفر ده لباتش بانل في النص هنا، لو حد فيكم عارف الباتش بانلز. خلاص، فتخيل لو انت الشبكه بتاعتك لسه اصلا لسه السويتشات دي لسه ما تركبتش، ده انت لسه بتركب السيرفرات في الباتش بانلز. مش عارف الباتش بانلز؟ لا اله الا الله. اقول لك ايه بس، هقول لك ايه بس يا عم، ادي الباتش بانل زي اهو، حاجه شبه كده. كل الكاميرات اللي جايه بتوصل لك، بتوصلها من السيرفر في الباتش بانل، ومن الباتش بانل من ظهرها من ورا بتاخد الكابل ترميه في السويتش، توصله في السويتش. خلاص، من كام شهر كده، من كام شهر كده، عشان العذاب اللي احنا كنا بنتعذبه دون ولا له اي فايده، فايدته ان انت يبقى شكل الراك عندك بالمنظر ده، بدل ما يبقى شكل الراك بتاعك راك زبالين وتبقى الكابلات شكلها ملعبك وحالتها ما يعلم بيها الا ربنا. خلاص، كله كده باسمها كده، او الراكات اللي بقى شكلها معفن دي، الكابلات بتاعته بيسموها سبايدر كيبلز. لو حد فيكم شاف مع الفنيين ونزل معاهم كده، بيسموا الكابلات اللي شكلها معفن دي وكلها ملعبكه في بعض دي باسمها سبايدر كيبلز. تعالى كده، اهو اهو ده الراكات اللي احنا طلع بنشتغل عليها. بص، فايدتها ان ما يبقاش الراك بتاعك شكله بالمنظر ابن الكلب ده. اهو انت بتحب تشتغل بالمنظر ده، خلاص، انما بالشكل ده اهو. بص السويتش رايح لفين، السويتش الكابل منه طالع منه رايح للباتش بانل من ورا، ومن قدام بتطلع توصل فين يا عم؟ في السيرفر بتاعك. خلاص كده،
ده الشكل الطبيعي لأي راك، ده الشكل الطبيعي لأي راك. بص كده فين يا سيدي، فين فين فين، عايزين صورة كبيرة. لا ده واحد شكل واحد عامل كروس باتشنج، مش عايزين دون. فين ده فايبر؟ طبعا ده واحد بيهرج يعني، يا باتش بان الواحدة وعمل حاسس ان هو عامل اختراع يعني. 8 بورتات بس، بس ما علينا يعني، ما علينا، عشان ما نقعدش نضيع وقت على الفاضي، عشان ما نقعدش نضيع وقت على الفاضي يعني. فايه، فالطبيب يكون الدنيا متنظمة بالشكل ده. خلاص كده اكيد يعني جوجل وفيسبوك يعني مش تبقى الدنيا عندهم ملعبكه بالمنظر ده يعني. تفتكر يعني، تفتكر يعني تكون الدنيا ملعبكه بالمنظر ده يعني، قاعدين احنا في عشه فراخ مثلا؟ ده انت فعلت لي مرات يا جدع والله. طيب نرجع بقى، اخر حاجه بس عايز اخلص معاها، اخر حاجه عايز اقول لك عليها، ان انت لو جيت كده عملت ريبوت للمكنه دي، تعال نكونكت عليها كده، ريبوت للحاجة الظريفة دي، وبص ايه اللي هيحصل معاك. يلا يا وحش، طيب اي اف كونفج كده، بص ايه اللي حصل لاسماء الانترفيسز دي، بص ايه اللي حصل، خدت بالك رجعت تاني لاصلها يا عم، ده رجعت تاني لاصلها. يا نهار ازرق، دي كارثه. طب انا عايز اثبت الكلام ده، عايز اقول البوت لودر كل مره وانت بتبدا قول للكيرنل وانت بتبدا كده ما تاخدش الاسماء اللي مين، ها ما تاخدش الاسماء اللي مين. اللي البايوس رماها لك ما تاخدهاش، اعمل ايه يا عم؟ روح لملف الكونفيجريشن بتاع مين؟ اي تي سي جراب جراب 2 دوت كونفيج اهو، هتلاقي عندك ايه؟ السطر بتاع لينكس 16 ده اهو، راح فين فين فين؟ منيو انتري اهيا، تعالى سطر 16 ده لينكس 16 ده، وروح كده رايح للاخر، واعمل ايه؟ قول له كده بايوس ديف نيم بزيرو، ونت دوت اي اف نيمز بزيرو برضو اهون، واعمل رايت وكويت،
بعد كده اعمل ريبوت، وبدل ما تعذب نفسك ها كل مره جهازك هيبدا هيعمل ايه، هيديك الاسماء الجديده. يبقى انت حتى لو عملت ريبوت للمكنه مش هتخاف على اي حاجه حصلت. ها وضحت الحته دي؟ وضحت؟ هو ها ايه اللي حصل لأسماء؟ يبقى عشان تريح دماغك خالص، عشان تريح دماغك عدل ملف الجراب وقول له ها وانت بتلود الكيرنل اعمل ايه يا عم؟ انه يثبت الاسماء ايه؟ يثبت الاسماء اللي انت بتحتاجها، الاسماء القديمة او نيمين كونفنشن القديم. خلاص؟ البايوس مش هيتسجل فيه اي حاجة، البايوس بيقرأ الهاردوير كومبوننتس اللي موجود عندك، ده ملوش دعوة. كده البايوس لما يبص الاسماء اللي موجودة عنده للكيرنل، الكيرنل ولا كأنه هيسمع منه اي حاجة، مش هياخد الاسماء الجديدة دي اللي هي اي ان او 17 واي ان او 336 واي ان او 55 مش عارف كام، ملوش دعوه خالص بالبايوس هيديهوله. هو هياخد النيمينج كونفنشن القديم او الاسماء القديمه اللي كانت بتستخدم، ايثرنت 0 وايثرنت 1 وايثرنت 2 وهكذا. وصلت كده؟ ها وضحت الحته دي؟ ها ما تنساش دايما ان انت بعد ما تغير اسماء الانترفيسز لازم ترجع تاني تعمل ريكونفيجر لمين يا عم؟ ها للنتورك مانجر. خليك فاكر الحكايه دي. يبقى بعد ما ايه ها بعد ما ايه؟ بعد ما تغير اسماء الانترفيسز لازم ترجع تعمل ريكونفيجر للنتورك مانجر. خلاص كده؟ طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه خالص عشان انا موضوع النتورك ده بقى انا الحمد لله يعني خلصت ذمتي قدام ربنا منكم، ازاي ديسيبل النتورك مانجر؟ ازاي اعمل ديسيبل نتورك مانجر؟ ان ام كده سي ال اي كونكشن شو عندي، ان ام سي ال اي كونكشن ديليت لهوم ده يا عم مش عايزه في اي حاجه، ان ام سي ال اي كونكشن شو مسحت الهوم اهو المربوط بالفيزيكال انترفيس. طيب كلام جميل، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اوقف النتورك مانجر واشغل السيرفيس القديمه خالص اللي كان اسمها نتورك. فاكر انا قلت لك ان احنا عندنا اتنين نتورك امبلمنتيشن، واحده اسمها نتورك والتانيه اسمها نتورك مانجر، فاكر؟ طيب كلام جميل، انا محتاج دلوقتي اعمل ايه؟ عايز اوقف النتورك مانجر، هعمل حاجتين، سيستم كنترول ستوب نتورك مانجر وسيستم كنترول ها ديسيبل نتورك مانجر. بعد كده اعمل ايه؟ سيستم كنترول ستارت للسيرفيس اللي اسمها نتورك، وسيستم كنترول انيبل لمين؟ للسيرفيس اللي اسمها نتورك. خلاص تمام كده؟ في مشكله؟ طيب الحاجه اللي بعدها عايز اكونفيجر انترفيس، اي اف كونفج كده، بص لي كده، لو جيت عملت اي اف كونفج دلوقتي بص هيعرض لي مين؟ ها هيعرض لي الانترفيسز اللي هو شايفها دلوقتي. طب بقيت الانترفيسز فين؟ هقول لك مكمنها ديسيبل مش هيعرضها لك. في الحاله دي استخدم اي اف كونفج داش اي، داش اي معناها اول، اعرض لي كل الانترفيسز انيبلد بقى مش انيبلد اي حاجه عندك اهو. بص لي كده المره دي عرض لي مين؟ ايثرنت 0 وايثرنت 1 وايثرنت 2 كلهم موجودين عندي اهو. تمام جدا. طيب تعال كده نكونفيجر مانيوالي بقى، نستخدم السيرفيس اللي اسمها نتورك دي. تعالى كده ممكن اقول له ايه كده؟ سي دي اي تي سي سيس كونفيج نتورك سكريبتس. بص لي كده
هتلاقي عندك شويه ملفات موجوده، انا عايز اكونفيجر وليكن ايثرنت زيرو، انا عايز اكونفيجر ايثرنت زيرو، هقول له كده هكريت ملف كده هتاتش اي اف كونفيج ايثرنت زيرو، وهعمل ايه فيم اي اف كونفيج داش ايثرنت زيرو، وتعالى كونفيجر ايه الانترفيس ده كده، تعالى كونفيجر مانيوال كده بشكل مانيوال عندي، هضيف له ايه مثلا النيم بتاعه اسمه اي تي اتش زيرو، الديفايس برضو ايثرنت زيرو، ايه تاني بوت بروتو بتاعه ستاتيك خلاص، ايه تاني اي بي ادرس كم يا عم، وليكن 192.168.101.104، النت ماسك 255.255.255.0، خلاص الدي ان اس واحد بتاعنا 4 8 يا عم، خلاص اعتقد ان كده كافي جدا واكتر من كافي كمان، سيف الكلام ده، وممكن اقول له كده سيستم كنترول ريستارت لمين يا عم، للسيرفيس اللي اسمها نتورك دي نتورك اي، بعد كده اي اف كونفيج كده، ها هل ايثرنت زيرو ام اهو ايثرنت زيرو ام اهون، تعال كده بينج على مين، بينج كده 192 او بينج كده 4 8 اللي هو جوجل ده بيبنج زي السكينه في الحلاوه اهو، وكده بينج لي كده على ياهو دوت كوم برضه بيبنج زي السكينه في الحلاوه، طب كده كات اي تي سي ريزولف دوت كونف، اهو لسه مستخدم النيم سيرفر اللي احنا كنا حاطينه قبل كده اللي هو 4 8 برضو، ها يبقى لو قلت لك دلوقتي عايزك تكونفيجر، عايزك تكونفيجر ايه ها السيرفيس دي بشكل مانيوال، تعرف تعمل لها كونفيجر، تعال نفتح الملف ده كده، خلي بالك ملف الاي اف كونفيج بتاع الانترفيس لو انت بتعمله مانيوال خليك فاكر السنتاكس بتاعه ابسط حاجه في الدنيا، دايما بيكون ها عباره عن فاريبل ايكوال تو فاليو، variable equal to value، variable equal to value، كل ال variables بتبدأ كلها capital letters، كل ال variables كلها capital، وكل ال values غالبا بتبقى ها مش غالبا 99.9% بتكون ها small letters، خليك فاكر الحكاية دي، خليك فاكر لو بتكونفيجر manual كل حاجة ال variable دايما capital ال value دايما small، ما عدا بعض ال variables القليلة جدا منها مثلا ممكن تقوله كده الطيب بتاعه اسمه ethernet، وده من ال variables القليلة جدا 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 اللي هتلاقي فيها الفاليو ها عباره عن ميكس بين فاريبل باسف بين سمول وليت وسمول وكابيتال، ده كابيتال اهو بيبدا بكابيتال بس بقيه الكلمه سمول خلاص، انما معظم او 99.9% من كل الفاريبلز اللي ممكن تكتبها في ملف زي ده كده عباره عن ها عباره عن ايه small letters فقط، الكلمة كلها بعدها small letters خلاص كده، تعال نسيب الكلام ده، restart تاني للسيرفيس ونشوف هتقوم ولا لا، if config ها هل قايم المعلم ده عندي قايم اهو، طب تعال كده بنج عليه، بنج كده على 104 بيبنج زي الفل، طب تعالى اس اس اتش كده على 104
اشتغلوا بقى زي الفل جدا. ها ايه رأيك؟ تمام كده؟ تمام؟ الحمد لله. يبقى كده الجزء الخاص بالنتورك كونفيجريشن سواء نتورك مانجر او نتورك عادية الحمد لله خلصناه، ما عادش عندنا اي مشاكل، عرفنا ازاي نسيف الكلام دون. عرفت ليه انا كنت قسمت الجراب لجزئين؟ ها حد فيكم فاهم ليه دلوقتي انا كنت قسمت الجراب لجزئين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معلش مصطفى، ممكن أسأل حاجة سريعة ولا؟ لا لا اتفضل مفيش مشاكل. معلش حضرتك متأخر شوية. حتة النت يعني البايوس زيرو ده عشان يخليه يرجع للسم القديمة وما يقراش من البوردة وكده. طب النت أي ميلز أنا ما خدتش بالي، أنت قلت إيه اللي نزلته؟ تعمل إيه يعني؟ لو قلت له بس بايوس ديف نيمز بيساوي زيرو، مش هقول لك ايه، مش هيستخدم الاسماء القديمه، لازم تقول له اتنين بارامترز، بايوس ديف نيم وبعد كده نت دوت انترفيس نيمز الاتنين. تمام. ليه انا عملتها على مرتين؟ لان في مره واحد مش فاكر حد كان عمل على الجروب تقريبا قبل كده وكان حط بايوس ديف نيم بس، فانا عملتها على خطوتين عشان اثبت لك ان بايوس ديف نيم بس مش هتبقى كفايه ان هو يستخدم اسماء الانترفيس القديمه، لازم يستخدم بايوس ديف نيم ونت دوت اي اف نيمز او انترفيس نيمز الاثنين مع بعض. تمام كده؟ لازم الاثنين مع بعض، لازم الاثنين اوبشنز مع بعض او الاثنين بارامترز كمان البارامترز. سؤالين كمان برضه. واحد بيقولوا هل مع الاوبن ستاك النتورك مانجر لازم تقفله ولا خلاص ده ما بقاش موجود في لو انت بتسطب الاوبن ستاك اقفل النتورك مانجر، مفيش كلام في كده، مفيش فيها نقاش. مفيهاش نقاش حتى في الريليزز الجديده برضه هتبقى نفس الفصل. انا لسه ما جربتش اوبن ستاك 9 لحد دلوقتي ولا اوبن ستاك 8، انا اخر حاجه اشتغلت عليها كانت اوبن ستاك 6 اخر حاجه، الكلام ده من شهرين تقريبا. خلاص ماشي. فبصراحه عشان ما اضحكش عليك يعني لسه ما عملتش انستول 9 خالص، حتى والله الماتيريال بتاعت ريد هات لسه ما جاتلي بتاعت 9، المفروض ان هي تجيلي في خلال الكام يوم اللي جايين حتى عشان اراجعها حتى واشوف، بس اعتقد في 9 هيكون نتورك مانجر معمول له انيبل عادي جدا من غير مشاكل. اخر حاجه بقى، انت كنت اديتنا اللي هي بتاعت السيرش اوبشن دي اللي هو ما يعني تحط اللي هو بريد نيم كده من غير الدومين نيم. انا ما اعرفش اذا انت اتكلمت فيها في الاول ولا لا، بس بصراحه انا ما عرفتش اعمل. طيب مفيش مشاكل، انت كده ما عرفتش اقول لك عليها، مفيش مشاكل. بقيه الشباب بس اشوف النهارده لان كنت مديهم واجب عشان يحلوه، ايوه اشوف عملوا الكلام ده ولا لا الاول، اشوف هم اصلا بيشتغلوا ولا بيهرجوا. طيب ماشي. انا معلش انا يعني عملتها في اليوم اللي انت عملته، كان يوم الخميس هيبقى عندنا محاضره حصل لي ظروف فما عرفتش، وبعد كده ما دورتش فيها تاني، فانا اسف. بس انا طيب حاضر، ما عرفتش. هنشوف بقيه الناس النهارده ان شاء الله، ولو كانوا لو الناس مش عارفاها خلاص، انما لو كانت ناس اصلا ما جربتش اساسا فدي حاجه تانية خالص. ماشي ماشي يا ريس، شكرا. طيب الحاجه الاخيره بس عايزك بس تكون مقتنع دلوقتي، انا ليه اديتك الاول او اديتك نص او نص الجراب كده وبعد كده رحت موقف ورحت داخل في النتورك ورحت مكمل النص التاني؟ عشان بس اعلمك، ها، او عشان اقسم النتورك لجزئين عندي، عشان اعلمك ملف الكونفيجريشن اللي احنا دخلنا له النهارده بس بتاع مين؟ بتاع الجراب ده. تخيل لو كنت قلت لك افتح لي الملف اللي شكله يخض دون من غير ما تكون عارف اي حاجه عن الجراب، تخيل بقى كنت ساعتها انت تبقى مخضوض جدا جدا جدا، كان شكلها بالنسبه لك حاجه ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ انت بتكلمنا في اللوغاريتمات صح؟ عشان الحته الصغيره بتاع النتورك دي اضطريت ان انا اقسم الجراب لجزئين، جزء ها تتعرف عليه كده مبدئيا، والجزء الثاني مع بقيه الترابل شوتينج بعد النتورك. ماشي؟ ارجو ان الموضوع يكون واضح بالنسبه لك او ليه انا عملت كده يعني. طيب كلام جميل، ممتاز جدا، اعتقد ان كده كافي جدا بالنسبه للنتورك. الحمد لله الحمد لله، يعني احنا غطيناها بما فيه الكفايه، اتكلمنا عن التيمينج واتكلمنا عن البريدجنج، اتكلمنا ان احنا نكونفيجر مانيوال او نستخدم نتورك مانجر او نستخدم نتورك مانجر تي يو اي، او حد فاكر تي يو اي او تكست يوزر انترفيس. طيب ممتاز جدا، هنوقف دلوقتي الفيديو وهناخد بريك،
وبعد كده نرجع نكمل ان شاء الله جزء الترابل شوتنج الخاص بمين، ها الخاص بالجراب اللي احنا بقالنا كام يوم موقفينه، التلات اربع ترابل شوتنج ليسنز دول اللي احنا موقفينهم بقالهم كام يوم. ماشي كده؟ طيب كلام جميل، تعالى نوقف بقى وايه وناخد بريك.